بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم على قناتكم التاويل مع نور. قبل ما نبدأ الفيديو ديال اليوم، غادي نهنئكم بدخول السنة الميلادية الجديدة اللي كنتمنى يا ربي تكون سنة كلها طاقة وحيوية، وسنة ديال الأفراح والمسرات والصحة والسلامة والتغيير للأحسن، وكل عام وشعوب العالم بألف خير. اليوم أعزائي متتبعي القناة، غادي نتعرفوا على فوائد أوراق شجرة الريحان وأهميتها بالنسبة لصحة الإنسان. أوراق شجرة الريحان هي هذه، كيف كتلاحظوا معايا، هذه أوراق شجرة الريحان، هذه يابسة مجففة، هذا يابس، وهذه أوراق شجرة الريحان، هذه خضراء. فيها واحد الرائحة زكية. هذا ريحان خضر، باقي خضر، أنا خديته خضر وكنت محتفظة به في المجمد، كيبقى في الكونجيلاتور، كيبقى مزيان، ولا غير في الفريغو ديال الثلاجة كان هذا نجمعوه في واحد طريف ديال الثوب، وعاد باش نديرو ليه ساشيات ديال البلاستيك وكنخبعوه، يبقى عندنا في الثلاجة الا بغينا نبقاو محتفظين بيه خضر. هذا ريحان، هذا خضر، باقي الاوراق ديالو ما يابساش، بقى خضرة. ودابا غادي نعطي واحد التعريف بسيط على شجرة الريحان. الريحان شجرة غابوية توجد بكثرة، يستخدم الريحان في الطب البديل، ويحتل مكانة كبرى لفوائده الصحية المتعددة، هذا بالإضافة إلى الرائحة الزكية التي يتمتع بها. ودابا غادي نتعرفوا على البعض من فوائد أوراق شجرة الريحان. أوراق شجرة الريحان تعمل على تهدئة المعدة، ويستخدم كعلاج طبيعي لتهدئة اضطرابات المعدة والمغص. علاج نزلات البرد، يستعمل أيضا لعلاج السعال ونزلات البرد، فهو يستخدم كعلاج فعال. يمكنك مضغ أوراق الريحان طازجة لتهدئة السعال، أو استخدامه لتحضير شاي الريحان الساخن الذي يساعد على علاج الأنفلونزا ونزلات البرد، كما يستخدم الريحان كمكون أساسي في تحضير أغلب العلاجات الطبية كالسعال والبلغم لتنقية الشعب الهوائية وعلاجات حالات الربو. وكيف كنعرفوا هاد الأيام منتشرة واحد الحالة ديال الزكام وديال السعال، وحالات كثيرة كثيرة منتشرة بين الأسر. ياريت نستخدموا هاد الأوراق في هاد الحالات باش نخفوا من حالات الزكام، من حالات السعال. والله يشافي ويعافي كل مريض. كما تستعمل أوراق شجرة الريحان لعلاج التهاب الحلق، أوراق الريحان تنقع في ماء ساخن ثم تترك لتبرد، ويتم استخدامها لتخفيف التهابات الحلق، ويعمل كذلك على خسارة الوزن والحصول على الطاقة. يعمل كعلاج للصداع وآلام الرأس. يمكنك تحضير حمام البخار المنزلي مع إضافة أوراق الريحان المجففة لعلاج الصداع وآلام الرأس. نضيف ملعقة كبيرة من أوراق الريحان المجففة إلى جوج الكؤوس من الماء المغلى، ثم نقوم بتعريض الوجه للبخار الناتج مع تغطية الوجه تماما باستخدام منشفة أو فوطة، ويتم استنشاق البخار من 5 إلى 10 دقائق حتى ينتهي الصداع. يستعمل كذلك لصحة العين، نظرا لاحتوائه على فيتامين أ،
يلعب الريحان دورا فعالا في تحسين صحة العين، ويمكنك كذلك نقع أوراق الريحان في الماء الساخن واستخدامها كغسول طبيعي للعين في الصباح وقبل النوم للوقاية من التهابات، تورمات وأنواع العدوى الأخرى، حيث يحتوي كذلك على بعض المكونات الطبيعية التي تعمل على إرخاء العين للتخلص من الإجهاد. وهذا الشيء راه كنلاحظوا ملي كنبقاو شادين التليفون ولا كنبقاو جالسين حدا التلفازة بزاف ديال الوقت، كنحسوا بعينينا كيعياو، كنحسوا بالعيا في العين. يستحسن استعمال منقوع أوراق الريحان لتخفيف هذه لتخفيف من العياء ديال العين. ويستعمل كذلك للتخفيف من آلام الأذن. تنقع أوراق الريحان في ماء ساخن وتبقى حتى تبرد، ويتم استخدامها كقطرات للأذن لتخفيف الآلام. أنا هذه الطريقة جربتها شحال من مرة وكانت جد فعالة، وبغيت نشاركها معكم. الطريقة اللي هي على الشكل التالي، كناخدو كاس ولا أي إناء، المهم شي حاجة نقية ولا محطمة ولا شي قريعة، كنطيبو الماء طيب بحال اللي غنصوبو به أتاي. هنا عندي هنا ماء طيب، كنكبو في هاد الكويس، وكناخدو بعض الأوراق، ماشي بزاف غير شوية، تقريبا بحال هكا حفينة، وكنخليوها في هذاك الماء حتى يبرد، تطلق مزيان هذوك الوريقات ويبرد هذاك الماء ولا يولي غير دافي واحد شويه. داك الساعه كنحصلوا على منقوع اوراق الريحان، ما نغليوهش، غير الماء طيب كناخدوه طيب، كنوضعوه في شي كاس ولا في شي اناء، وكنوضعوه فوق من كنوضعوا مع هذاك الماء اوراق الريحان كيف ما كانت عندنا، يا اوراق خضراء يا اوراق يابسه اللي عندنا اللي متوفر عندنا، وكنخليوه يطلق مزيان ويبقى هذاك المنقوع حتى يبرد، حتى يبرد ولا يولي دافي غير شي شويه. ملي يبرد كناخذوا قريعه بحال هذا الشكل اللي كتكون فيها قطرات ديال الاذن ولا ديال الانف ولا ديال هذا، كتغسل مزيان، كناخذوا شويه من هذاك المنقوع كنوضعوه في هذه القريعه، وملي كيكون الالام ديال الودن كنديروا نقيطه واحده حتى لجوج القطرات، ما نفوتوش هذا الحد، نقطه واحده حتى لجوج النقطات، ما كيبقاش الالام مره. وسبحان الله حتى في النيو فاش كيكونوا مخنوقين حتى هما كناخذوا بحال هذا الشكل، ما توفرتش لينا بحال هادي، بحال هادو راه كيكونوا كيتباعوا في لي بارافارماسي، انا شفتهم بحال هاد الشكل ولا من غير هاد الشكل، المهم شي حاجه اللي فيها داك الرويس كتعطي قطيرات، كيتباعوا في لي بارافارماسي. ما كانوش ما توفروش ماشي مشكل، ناخذ غير دي كومبريس، شي حاجه ستيري دي كومبريس بحال هكذا، دي كومبريس كنوضعوه في هذاك المنقوع، كنهزها وكنقطر بها في الانف ولا في النيف. بالحق ما خصناش نتجاوزوا هذا القدر، قطيره واحده نقطه واحده حتى لجوج النقطات في الالام ديال الاذن، انا مجرباها مرات ومرات، في الام الاذن كتعطي نتيجه زوينه، ما كيبقاش الالام بالمره. وحتى النيوف فاش كيكونوا مخنوقين قطيره واحده نقيطه واحده في الانف جوج حتى ثلاثه مرات في النهار، ما كيبقاوش النيوف مخنوقين بالمره. وكذلك هذا المنقوع نقدروا نستعملوه على شكل باندو بوش، مطهر الفم، محلول الفم على شكل باندو بوش، كيجمع اللحم ديال السنان وما كيخليش الا كاين شي الام ولا شي حاجه، وحتى فاش كتكون شي رائحه ما زويناش كيزول الريحه، كتبقى واحد الرائحه زكيه في الفم. وكذلك الاعين، العوينات، العينين، كناخذ دي كومبريس بحال هكذا، كنكبوا فيهم واحد شويه، كناخذ واحد شويه من هذا المنقوع
بهذا الشكل، وكتحط هذا الكومبريس فوق العين، كتحط مباشره فوق العين باش كتنظف العين وباش كتحيد العيا من العين وباش كتخلي العين كتبقى مرتاحه. هذه الطريقه نقدروا نديروها في الليل ملي نجيو نعسو، ناخذ دي كومبريس على هذا الشكل وناخذ شويه من منقوع الريحان ونوضعوها في الكومبريس ونحطوها على عينينا باش كيرتاحوا باش كيتنظفوا. كما يمكننا استعمال منقوع اوراق الريحان وشربها لعلاج التهابات الحلق، ويمكننا ايضا الغرغرة بها للحصول على افضل النتائج. منقوع اوراق الريحان يشرب كذلك على شكل شاي لتحسين جودة النوم. الناس اللي كيكون عندهم اضطراب في النوم ياخذوا كأس قبل ما ينعسوا، كأس من منقوع الريحان قبل ما ينعسوا باش يكون عندهم جودة النوم، باش الصباح ملي كيفيق كيحس براسو مرتاح. وبهذا اعزائي كنكون تقاسمت معكم البعض من فوائد اوراق شجرة الريحان. كنتمنى نستافدوا جميع من هذه الفوائد ونفيدوا بها ناس اخرين باش تعم الفائدة وتكون صدقة جارية لينا وليكم والجميع. كنشكركم على سعة صدركم وحسن الإصغاء. نتلاقاو في فيديو آخر بإذن الله. أحبكم في الله.